أخيرا جلس الأسطورة محمود الخطيب على مقعد رئاسة النادي الأهلي، ذلك الحلم الذي انتظره بيبو منذ يوم اعتزاله قبل 30 عاما بالتمام والكمال، والآن أصبح الحلم حقيقة. مقعد الرئيس كابتن محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب رئيسا. بيبو اسم طالما هتفت به الجماهير وتغنت بموهبته التي أمتعت الجميع داخل المستطيل الأخضر. نال الخطيب إعجاب وتقدير كل من تابعوه كلاعب بدأ مسيرته ناشئا في نادي النصر، ولكنه سرعان ما انضم للنادي الأهلي في قطاع الناشئين ليصل إلى أكبر مراحل النجومية كلاعب، ويساهم في انتصارات كروية مدوية للفريق الأحمر محليا وقاريا. الخطيب بيناديله ناحية اليمين وماشي الخطيب هو سعيد وبيشوط كرة يمنى. وفي الأول من ديسمبر عام 87 قرر محمود الخطيب وضع حد لمسيرة كروية رائعة، وحقق ما أراد خلالها من إنجازات مميزة. مصطفى يونس، مصطفى برأس للخطيب وعيشوه يا ثم اتجه بيبو للعمل الإداري مع النادي الأهلي، أولا كمدير لقطاع الكرة، ثم انضم لمجلس الإدارة عضوا مع الراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق عام 2000، وشغل منصب أمين الصندوق عام 2004 قبل أن يتولى منصب نائب رئيس النادي عام 2009 وحتى عام 2013. الخطيب عاصر أمجادا كروية مميزة في عمله الإداري، ونجح في تحقيق بطولات بفكر رائع وتنسيق مميز للعمل داخل قطاع الكرة، حتى جاء الوقت ليتولى محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي. مبروك مره ثانيه كابتن محمود الخطيب رئاسه النادي الاهلي لمده 4 سنين قادمه، ان شاء الله كل التوفيق ليه هو وقائمته، ان شاء الله كل الاحلام اللي موجوده لدى جماهير النادي الاهلي وجمعيته العموميه تتحقق بشكل كبير من خلال نجم كبير واسطوره كره القدم كابتن محمود الخطيب بامر الله طبعا هو وجميع افراد القائمه ان شاء الله ومجلس اداره النادي الاهلي القادم. كابتن شريف برحب بيك منور قناه الاهلي. كابتن النهارده ليله مباراه، ولكن شفنا امبارح عرس جميل في النادي الاهلي الجزيره، حاجه جميله، اعضاء جمعيه عموميه موجودين بكثافه، كلمنا انا وانت كنا هنا قاعدين بنغطي بشكل كبير، كانت تغطيه انا استمتعت بيها واستمتعت بالشكل الراقي اللي كان موجود. استمتعنا اكتر بطبعا وجود الشكل المميز ما بين المرشحين كلهم، وفي الاخر اكتملت هذه الجزئيه بوجود كابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي لمده 4 سنين قادمه طبعا والقائمه كلها بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيك يا كابتن فاروق، والحمد لله كان يوم تاريخي في تاريخ النادي الاهلي وفوز تاريخي للاعب تاريخي، اعتقد محمود الخطيب بيستاهل المشهد العظيم اللي احنا شفناه امبارح لحياته داخل جدار النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك يا فاروق، احنا لعيبه كوره واحنا بنبقى واقفين في الملعب وبنبص على القيمه والقامات اللي احنا كنا بنبقى بنشتغل تحت ايديهم او بيبقوا مسؤولين عننا من واحنا صغيرين، كنا بنتمنى بينا وبين نفسنا ان احنا نبقى احد الناس دي. فمن الطبيعي ان محمود الخطيب بتاريخه ده كله وانجازاته اللي عملها وحب الجماهير الغفيره اللي احنا شفناها امبارح وبنشوفها في البيوت وبنشوفها في التعليقات وبنشوفها في كل حاجه، الوقت اللي قضى عمره كله في ملاعب النادي الاهلي ووقف وبص وهو بيعتزل وقال الف شكر الف شكر للناس دي على اساس ان هو ازاي يرد الجميل ويكمل مسيره حياته بقى العمليه والاداريه داخل الكيان اللي هو كل شويه بيقول انه النادي الاهلي ده اساس كل حاجه في حياتنا، اساس شهرتنا، خيره على النادي الاهلي ده خيره على الدنيا كلها وعلينا كلنا. وفعلا كيان عظيم جدا بالمشهد اللي احنا شفناه امبارح بيوم عظيم بنجم كبير عظيم اصبح رئيسا لاكبر نادي في القاره. كابتن اعتقد ان كابتن محمود الخطيب بعد ما
اعلن كرئيس النادي، لك انا بشكر كل طبعا الجمعيه العموميه وبشكر مهندس محمود طاهر لمجهوداته السابقه، واعتقد ان دي هي دي مبادئ النادي الاهلي، هي دي بيرسخها كابتن محمود الخطيب عشان بس الناس تبقى فاهمه الامور ماشيه ازاي، عشان احنا بس الناس تفهم كويس قوي ان احنا المهندس محمود طاهر احنا اللي وقفنا جنبه المره فاتت، وناس من القائمه اللي هم كانوا موجودين امبارح وكسبوا ببارك لهم طبعا كلهم، خالد مرتجي، الدرندالي، الوزير عمرو فاروق، كل دول وقفوا مع الباشمهندس طاهر عن اقتناع بيه وانه يبقى موجود في مرحله معينه انه يكون موجود، وكلنا وقفنا صحيح. وكلنا سندنا للكيان بتاعنا والمبادئ، ومحمود طاهر لو ما كانش يعني يصلح لهذا المكان او حقيته هو في هذا المكان ما كانش هينجح بهذا صحيح. الشكل زي ما نجح محمود الخطيب بهذا الشكل برضه امبارح. احنا بنشكر محمود طاهر وقلنا له، انا واحد من الناس وقفت في وسط الناس وقلت له انا بشكرك على الفتره اللي انت قعدتها قبل ما الانتخابات تبتدي، وبشكرك على المجهود الرائع اللي انت عملته انت واعضاء المجلس الاداره اللي كانوا معاك، وبشكرك على الناس القيمه والقامه برضو اللي كانوا معاك في القائمه بتاعتك الحقيقه. انما كل وقت وليه ادانه وكل وقت وليه رجالته، وكل وقت الناس مفيش حد انكر الانجازات اللي حصلت دي، مسؤوليه كبيره قوي يا كابتن فاروق على كابتن محمود خطيب والقائمه بتاعته. تحس كابتن يعني كرسي رئاسه النادي الاهلي ليه طعم مختلف دلوقتي بعد الشكل اللي شفناه العالمي التاريخي في حياتنا احنا احنا عايشين، وشفنا المشهد اللي احنا شفناه مع بعض ده حاجه جديده على مصر. كان في عيد يعني مهما الاحداث اللي احنا بنعدي فيها، ما انا عايز اوصل وجود كابتن محمود الخطيب بيدي طعم مختلف لكرسي رئاسه النادي في اي حته. ده انا لما يعني دايما انا لما اشوف الخطيب بقول له لما بيجيبوا سيرتك بيحلو الكلام. فاحنا لو نقعد نتكلم عن محمود الخطيب مش هيكفينا اوقات كتير قوي لمواقفه الكتيره يعني لانجازاته لحياته لهدوءه لشخصيته الرائعه. لما انت تقعد تتكلم معاه بيتكلم على كاب صالح سليم، بيتكلم قال انا بتعلم كاب صالح، بتعلم كابتن حسن، اتعلمت من فريق مرتجي، راجل بيشرح الحقيقه يعني مفيش تزييف مفيش ديكور مفيش مكياج، هو كده. الناس نزلت من البيوت امبارح، انا وانا داخل النادي ركنت بعيد طبعا عشان اتمشى واعرف اخش، شايف 70 سنه راجعه و65 سنه بتزاحم و80 سنه ماسكينها الاثنين وانا ماسك معاهم وبزق، وكل ده عايزه تخش يكون ليها دور في المشهد العظيم بتاع امبارح. تعرفني انا ما انا مش بتاع شعارات، بس لقينا ان احنا هنشعر في الناس دي. ايه الناس دي؟ بيفكروني بيوم في 30 يونيو، يوم نزلت الشعب كله بتاع مصر نزل صحيح. انا شفت المنظر ده عند كوبري قصر النيل امبارح، الناس نازله رايحه على النادي الاهلي في مشهد انا جسمي اشعر وانا داخل. اقسم لك بالله انا شفت جمعيه عموميه غير عاديه كانت موجوده، انا شفت الاثنين واقفين قدام بعض صعبوا عليا. قلت يعني كمان كام ساعه احنا هنشوف واحد كسبان وواحد خسران، واحنا خسرانين في الحقيقه، وبخت النادي الاهلي كله بيهم. انما اللي جه لا يقل عن اللي راح، اللي جه جاي وكله حيويه وكله تخطيط وكله بقى شاف اللي فات بيحصل فيه ايه، وشاف انجازات شكلها ايه، وشاف هو كان زمان هو والمجموعه مقصرين في حاجات، يمكن ابتدى يعالج، ابتدى يطور، ابتدى يجيب ناس، ابتدى يجيب انجليز هيعملوا ملاعب وهيعملوا استاد، ابتدى يعمل في كل، ابتدى يفكر في البنت وفي الطفل وفي الام وفي الشيخوخه واي حد عنده اصابه او اي حاجه، حاجات خاصه بتبقى موجوده، الناس ابتدت تفكر في كل حاجه. وعن حقيقه لانه مش هينفع يا فاروق ان الناس اللي جايه دي بيبدوا برنامج كده اهو مش لا طبعا الماضي ننساه كله باي حاجه، بحلو وبوحشه يعني بسيئاته بحلاوته كله يروح. انما احنا بنبص لجوائز بقى، بنبص لاكتر، بنبص العالميه اكتر، اسمنا وكياننا ومبادئنا صحيح. توصلنا لده النادي الاهلي باي حد بيقعد على الكرسي الحقيقه غصب عنه لا يستطيع ان يزيف صحيح. لازم يكون هو النادي الاهلي برضه، لازم يكون الفانيله الحمراء. احنا بقى عايزين بطولات، عايزين افريقيا ترجع تاني ونروح في كاس العالم بتاع الانديه ونروح في القارات، وعايزين زي ما احنا مصر ان شاء الله مواكبه كده في المنظر الجميل اللي احنا شفناه النهارده وجودها في العالم وهي بتتسحب قرعه ايجيبت وحاجات كده. عايزين برضو احنا كنا بنبقى كل المؤسسات كل الحاجات السياحه الدنيا كل حاجه بعد مصر ترجع تاني بتتكتف كده، العيله بترجع زي ما الحقيقه كان موفق جدا محمود خطيب مال في دعايته انها عيله عائله الاهلي، عائله الاهلي هي عائله الاهلي وعائله مصر كلها. احنا دايما عند
مش الضيق والشده. احنا عند الطلب بتلاقي المصري موجود بينزل بيقول صوته بيعرف حقيقته. لما بتلاقي حد يوجهه صح او يحطه على الطريق الصح بيفهم صحيح. بيعرف يصنف دلوقتي مش تعرف تضحك عليه حقيقة كابتن. يمكن هو ده كان انت عارف طبعا ان انا البرنامج بتاعي هو برنامج كرة قدم, ما كنتش بتكلم تماما عن الانتخابات, كنا بنتكلم دائما يعني ده يوم تاريخي في بيننا بعد لازم كلنا نعلق. في وقت من الاوقات لما كان بيجي سي كابتن محمود الخطيب احنا دايما كنا ما نقدرش حد يقدر يتكلم على كابتن محمود الخطيب. لكن خليني اقول لك في نقطة معينة امبارح كابتن وانت بتبص عليها ان الناس داخلة مبسوطة وسعيدة وقاعدة في النادي مفيش مشكلة واحدة وكلهم يمكن كان عندهم ثقة كبيرة في حاجه انا واقف كنت واقف معاك واقف مع ناس كتير من الناس اللي انت اتفضلت قلتهم ايمن شوقي وحسام غالي وناس جايه من سفر وجايه جدا. انا مش عايز انسى مش عايزين نقول جايين مع مين او قاعدين لمين او بدون انتماءات. رمام محمود صالح كل لعيبه في مصر مصطفى عبده في حزانه في الناس كلها جايه. ما كناش هنقف جنب الخطيب في اليوم ده, هنقف مع مين يعني؟ الجميل بقى ان انا جت واحده ست وقفت جنبي وبتقول لي قاعد انا اتكلم بقى وفاتح صدري على الخطيب وكان قالت لي على فكره انا حدي محمود طاهر. قلت لها انت جميله قوي سايباني قاعد احكي واشعر وكان ادي محمود طاهر من حقك تدي محمود طاهر. هو محمود طاهر ده محمود طاهر ده هايل. قلت لها اوعى تغير رايك انزل كل الكلام اللي انا قلته لك ده. فكنا في رحله انا كنت عايز اخرج منها لو ان انا كنت جاي قناه معاك هنا وكان عندي قناه تانية بتاعت اون سبورت. انا كنت عايز اخرج من النادي بجوعك بعطشك كل حاجه بقى كمان متسهله. الاكل موجود والدنيا بيديلك وديلك وده بيجيب لك كله بيجيب لك عصير واللي اللي بيقولوا الحقوا في حد نفس مش عارف حتى بقى لك فتره ما شفتهاش يا كابتن. دي حاجه جميله جدا. ما كنتش انا ما كنتش متخيل الشكل ده. ما حدش فينا كان متخيل الشكل. ما حدش فينا كان رايح على المشهد العظيم ده. ان انا الاقي نفسي انا داري تعبان مثلا واحد بياخدني في كتفه ويمشي بيا واحده ست مش تعالى يا ابني مش عارف بتقولها لي بحب. كان يوم حلو يعني كان يوم في دعوه ام كبيره قوي. طيب يعني احنا برضو كابتن محمود الخطيب طبعا نجم كبير هو رئيس النادي حاليا لكن معاه مجموعه يمكن بالكامل خبرات زي ما هي موجوده يعني. هي اختيار كابتن محمود الخطيب والقائمه بالكامل موجوده معالي الوزير السابق عامر فاروق نائب لكابتن محمود ايضا استاذ خالد درندلي زميل محمود طاهر قبل كده يعني اخوه كان زميله بقى اعضاء المجلس كلهم كانوا استاذ خالد مرتجي استاذ ابراهيم كفاوي مش عايز انسى راني علواني كابتن راني علواني كابتن استاذ محمد سراج جوهر نبيل جوهر نبيل جرحي يعني سراج طبعا مهند طبعا دكتور مهند كلهم قايمه بالكامل يا كابتن. بتشوف التعاون ان شاء الله الفتره اللي جايه مع كابتن محمود الخطيب في الفتره القادمه بالنسبه للقايمه ودي حاجه جميله جدا. واحنا قاعدين امبارح كابتن كنا قاعدين بنتكلم بنقول ان المنافسه صعبه جدا لدرجه ان انت ممكن تشوف قائمه ائتلافيه لكن حصل غريبه جدا حصل يعني. ان قائمه بالكامل لسه بقول لك الناحيه الثانيه فيها وزراء اسماء مصطفى مراد فهمي هاني سراج الدين وهاني سراج الدين على اخر ثواني كان ممكن يبقى موجود في القائمه دي. في لغه عندنا احنا في النادي ساعات بتبقى شامله وفيها حلوه يعني. انا كنت عايز ادي هنا وهنا الحقيقه قلت لا انت راجل رايح ادي قايمه خليك في القايمه وانا وقالوا فتحه مع بعض وكلام من ده صح. كنا بنتكلم ان احنا يجوز لو واحد فينا شاذ او اي حاجه في اسم تاني وهو كان شايف ان هو يديله امانه يعني بينه وبين نفسه ان هو عايز انت كان في ناس يعني في حد في قلبك انت وعدته مثلا فمش عايز تخنس بوعدك وتقول التاني يمكن ناجح مش هيفرق صوتي معايا يعني. الخطيب لما جه يتكلم على الانتخابات وعلى القائمه وكل واحد كان بيقول اللي عايز يديني يدي القائمه كلها في حاجه كان هو قال لك انا جالي 37 حد وبعدين كده بقوا 19 وبعدين قعد يتكلم مع كان بيشوف وجهات نظر كبيره قوي. الخطيب عارف وجهات نظره ان هو عنده شكل وسطور ماشي عليها مبادئ كيان أهلي فاهم خلاص انا زمان لو كان في حاجه فاتتني انا داخل على دنيا تانية خالص داخل على ناس تانية خالص داخل على مجتمع فهم وطلب مني لا اشاعات هتأثر فيها لانها مش موجوده فيها اصلا. انما لو اتقالت اي حاجه على الخطيب او اي حاجه كانتش موجوده هيدوا له برده الارم احمر يعني. بيتكلموا على العمال بيتكلموا على العاملين بيتكلموا على الناس دي كلها لو كانوا هم في الدعايه الانتخابيه والحرب كانت جايه من المنطقه دي ماشي اوكي اوكي خلاص اهو جاله الراجل نوتس بيها وعرفها هو او غيره الموجودين. فلما يقعد مع 19 حد ويصفوا بقى على ال 12 او ال 11 اللي هم معاه فاكيد كانوا واصلين لمفهوم واحد
هو شاف ان النادي ده الاقدر للمرحله الجايه ان هي تقدر تنفذ تقدر تنجح صحيح. تنجح للثمانيه بقى لو انت في اربعه واربعه بقى ما هو انت مش عايز يحصل لك تاني لو انت حابب الكرسي وحابب الدنيا وحابب المكانه انك تشتغل تطوعي لهذا المكان. سيبك من اي كلام تاني يقول لك انما قيمه انك انت تجلس على مجلس اداره نادي الاهلي او انا وانت نجلس في قناه النادي الاهلي او اي حاجه تمس الاهلي او اي حد ماشي بيشتغل عامل في النادي الاهلي في النادي الاهلي ده حاجه دي حاجه ايمج دي حاجه انت عارف زي بتوع كانوا بيوزعوها امبارح البادجيات اللي بتتعب يتحط على صدرك ان انت من النادي الاهلي شعار النادي الاهلي شعار النادي الاهلي ده يفتح لك اي باب. انا بمشي في الشارع حد دلوقتي معروف ليه لو كنت لعبت في اي نادي تاني كانوا هيعملوا لي ايه صحيح ولا هياخدوا بالهم مني. في لعيبه كاتم بتخرج وتروح انديه تانية بيبقى اسمهم لاعب النادي الاهلي وفي ناس بتدفع 150 مليون جنيه عشان يشوفوهم ويقولوا ده مترشح في النادي الاهلي صحيح ده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ده كذا. الاهلي يا جماعه الاهلي ده حاجه تانية وسحر بقى. انا عايز اقول لك ايه الجمال وايه الناس دي ما انا وانت شايفين احنا واحنا داخلين النادي انا وانت حصل فينا ايه امبارح تصوير ومش عارفين اسماءنا كمان انت مين قلت لهم انا محمد فاروق قالوا لا محمد فاروق ده اللي جنبك صح يعني كنا بنهزر مع بعض وكنا تعالى والبنات الصغيره تجري وتشوفك وايه كميه الرقص والطبل اللي حصلت امبارح دي انا كنت في فيستيفال يعني احنا في مهرجان شو بص الناس ماشيه عامله ازاي شكل رائع ايه ده وفي حته ضيقه يعني احنا كمان لو عندنا مساحات اكبر كمان كانت يعني مش عايز اقول مجازا حاجات الناس اللي هي فوق السن والحاجات كان لازم بقالهم ممر لوحدهم مدخل لوحدهم قاضي لوحدهم لجنه لوحدهم كانت الحكايه دي بس الحكايه دي برضو احنا بنتعلم منها يعني فلو في جمعيه عموميه بعد كده نرجو زي ما بيعملوا الجولف كار والحاجات دي كان لازم الجولف كار دي تيجي من مدينه نصر امبارح وتقف على باب النادي الاهلي صحيح. في ناس كتير كانوا جايين لازم يتاخدوا من جوه ويخشوا في الممر بتاعهم يا كابتن فاروق ويعدوا ناخد بالنا من الحته دي صحيح ناخد بالنا من الممر الضيق اللي احنا دخلنا فيه امبارح وغير مقصود. انا اعتز جدا بشيرين شمس واعتز بهاني اعتز بالناس دي واحنا داخلين يا كابتن بتلاقي ناس ده مدخل تلاقيهم برضو خارجين يعني احنا رياضيين نخش وننط ونعمل انما في ناس جايه جايه بتقول له يا محمود انت طلبت مننا ننزل فنزلنا لك ده حقيقي وانا بقول يا محمود يعني الاثنين ما بقولش يا محمود يا خطيب بس فهمتني انما اللي حصل امبارح ده يديك راحة نفسية ان انت في اعظم مكان. الناس اللي على العجلة كابتن إيه؟ الكبار السن اللي على العجلة انا بقى مش عايز دي بقى اللي انا بقولك الممر اللي يتعمل لهم لوحدهم الدنيا تبقى سهلة عليهم في اي جمعية عمومية احنا اللي هنعمل استرشادية بقى عشان نشوف قانون النادي الاهلي بتاعنا احنا اللائحة بتاعتنا وكل حاجة ياخدوا بالهم من الحاجات دي لانك انت هتبقى مطالب برضه انك انت تجيب اكبر عدد هي العمليه مش خلصت خلاص يا جبيب واحنا جبناك والسلام عليكم وعليكم السلام. انت عندك نصاب قانوني المفروض برضه في اللائحه ما انا فاهم عشان كده بقول لك لازم يجوا يشوفوا الدنيا وتبقى الحكايه شكلها ايه. فانا الحمد لله كرم كبير قوي من عند ربنا في الوجود الناس دي كلها. بص الناس والله ما شفنا حد كان بيتعب مثلا ولا حاجه ده طبيعي بقى في جو زي الحمد لله ان احنا في الشتاء يعني في مدخل الشتاء لو كنا في الحر ولا حاجه كانت بقت مشكله كبيره قوي. انما بص الناس ماشيين ولا حد اشتكى كل اللي عايزينه ان هم يمشوا عايزينه يمشي عايزين نمشي بحب يا كابتن ده مبسوطين لا مكانه الشقاء يا عم جايين يشوفوا نجوم جايين يشوفوا نجوم ولا نجوم السينما جايين يشوفوا نجوم الرياضه انت مش شفت شخصيات امبارح عالميه جوه مصريه عالميه موجوده جوه ما شفناش النادي بقالنا كتير صحيح احنا ما شفناش ممثلين دول بقالهم فتره ما دخلوش عندنا ثقافيا دول موجودين ادبيا ناس موجوده وزراء امبارح وزير عدل موجود والدنيا فارس معنان وزير الداخليه يا خبر ابيض ايه رايك في الاسماء دي فاروق الفنانين طبعا وزي ما ربنا ادانا امبارح نعمه كبيره جدا يعني بعيدا عن مين اللي فاز او بعيد مين اللي هيقعد ده مسؤوليه كبيره قوي كرسي مجلس الاداره كابتن محمود وهو بيتكلم انا بيبو بعت له رساله انا ما كلمتوش في التليفون لما نجح انا ما كلمتوش في التليفون انا بقول لك انا بعت رساله مبروك الف مبروك نحمد ربنا ان ربنا استجاب لك واستغل دعاء الجميع وكلام من ده ربنا يوفقك في الفتره القادمه ويعني يقدرك يعني ربنا يوفقك ويقدرك صعبة. هو يعني كابتن على فكره في لقاءاته وهو بيتكلم مسؤوليه صعبه وبطلب برافو فاروق وبطلب من اعضاء جمعيه عموميه تستعجلوش بقى في فين ها عملت ايه النهارده
عملتش ازاي؟ ده الناس تانية كانت عملت. عايزين بقى نتريس كده عشان اللي جاي احلى بكتير واللي جاي اجمل بكتير، وهتشوف شخصيات بقى. احنا مش الباب مش هيبقى مروحه، اللي فات اللي قاعد مشي واللي جاي هو هو، لا ده انت هتشوف ناس شخصيات على امكانيات مواصفات للمرحله اللي جايه. وما فيش الكلام اللي التهديدات اللي موجوده تصفيه حسابات، لا 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 امبارح احنا واقفين انا وانت طبعا هيروحوا الخطيب بقى اللي كانوا ضد الخطيب هيقولوا له ايه؟ انك اخ كريم، ابن اخ كريم، عهدناك طول عمرك في النادي، راجل محترم، اذهبوا فانتم طلقاء. مفيش الكلام ده يا عم، نفس انا بالنسبه لي مفيش الكلام ده. طيب الراجل ده من اكتر الناس المحترمين اللي الناس شافتها في حياتهم، عشان كده هذا الحشد الكبير كان يوالي واكثر من حاجه و20,000، انا ما اعتقدش ان هي 20,000 بس، دول اكتر من حاجه و20,000 كانوا صراحه منظر موجودين الصبح وبالليل حاجه. ستة النادي زي الفل، الساعه 7 الصبح كان النادي زي الفل، الساعة 7 الصبح النادي زي الفل. انا كنت بقى لازم استنى الخطيب بيجي يصلي الجمعة والحاجات دي، ما قدرتش، خلاص بقى وقعنا خلاص. هو يوم جميل يا كابتن، ويعني الاجمل ان احنا شفناه بالشكل ده، ونهايته كانت موجودة بكابتن محمود خطيب كرئيس للنادي. دي حاجة اعتقد كل الاهلاوية ربنا معاه بيتمنوا هذا اليوم، وكل اعضاء الجمعية اللي نزلوا وايدوا هنا كابتن محمود الخطيب وايدوا المهندس محمود طاهر، كل الاحترام طبعا لقائمه المهندس محمود طارق. الاثنين ما خارجين في وقت واحد يا اخي، فيها فرق، الاثنين ماشيين مع بعض في وقت واحد، خرجوا من اللي بص وقال هارد لك، والتاني تعبان جدا هو ده النادي، مش عارف الصندوق فيه، هو ده النادي الاهلي، الشكل يبين كده اللي ممكن يوقعوا هذه جزاوي شكوك في هذه جزاوي. اعتقد ان هم ومن حق اي واحد كان من حق اي واحد كان عن الجزئيه دي في الفتره القادمه، حق اي واحد كان يطبل لفلان، ومن حق اي واحد كان يرقص لفلان، ومن حق اي واحد كان يشيد بفلان، من حق اي حد. المرحله خلصت خلاص، احنا ما عندناش تصفيه حسابات خلاص، واعتقد ان الخطيب صرح بده. صحيح. طيب خلينا كابتن، يعني بعد ما احنا يعني شفنا اليوم ده وباركنا كابتن محمود، واكيد الدور اللي جاي والمرحله اللي جايه صعبه جدا على مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود طبعا، اعتقد ان احنا عندنا بقى الفتره الجايه فريق كره القدم، فرق كلها الجماعيه، ايضا عمليه الانشاءات، لكن عندنا ماتش بكره ماشيين زي ما احنا فريق الكوره كان بعيد يا كابتن، السبعه القداميين زي النار بيكسبوا اي حد ان شاء الله. فبالتالي احنا عندنا ماتش مهم في بطوله الدوري الممتاز. انا يعني تاخد الاول، ناخد نتكلم الاول على بطوله الدوري الممتاز وماتش انبي، ولا نقلل نتكلم على القرعه بس على القرعه صغيره؟ لا انت اتفضلت وشرحت اصلا، انا قلت لك في البريك قلت لك انت خلصت كل حاجه، ما شاء الله النهارده ربنا يعني فاتح عليك، بقيت قاعد مستمتع بيك حبيبي كده. طيب يعني خلينا نتكلم القرعه نفسها واقولها لك بالنسبه ل